ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. أشرتم في بيانكم بذكرى 16 إلى أن العراق ما زال غارقا في دماء أبنائه، كيف تقيمون حصيلة الاحتلال وانعكاساته على مدى السنوات 16 الماضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف ينتقل العراق من سيء إلى أسوأ، والأرقام في جميع الأصعدة تشير إلى أن العراق قد انحدر إلى أدنى المستويات، سواء كان على الصعيد الأمني أو السياسي أو الاقتصادي أو حتى على صعيد الخدمات التي أصبح كثير منها مفقودة جملة وتفصيلا بالنسبة للشعب العراقي. واليوم المواطن العراقي يعيش في أسوأ حالاته، وقد فقد أمنه، وكثير من أبنائه قد شردوا، هنالك الملايين، وقد ربما بعض الإحصائيات تقول 5 ملايين من هجر خارج العراق، فضلا عن النازحين النزوح داخل البلاد وبعيدا عن مدنهم والعيش في المخيمات، مخيمات النزوح التي ربما يفضلها البعض اليوم على العودة إلى بيته، حيث لا خدمات في تلك المدن التي دمرت. العديد من المدن أصبحت مثل التراب، العديد من الأحياء خاصة في مدينة الموصل لا تزال الجثث تحت أنقاضها. في كل الأصعدة أينما تحدثنا فإننا نجد مآسي عديدة جدا، اجتماعية واقتصادية وسياسية، ولذلك هذا كله حصيلة الاحتلال بكل نواحيه وبكل آثاره وبكل صفحاته. والأمر لا يقتصر على الصفحات العسكرية الأولى، وإنما ما تبع الاحتلال من ذلك بعد ذلك من صفحات سياسية ونحوها. نعم دكتور، ما هي سبل المتابعة القانونية للتجاوزات التي تحدثتم عنها في بيان الهيئة، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فترة الاحتلال وما بعدها كما أشرتم؟ نعم، هذه كلها انتهاكات، والانتهاكات لحقوق الإنسان كما يذكر القانون الدولي بأنها لا تسقط بالتقادم. ولذا يحتفظ العراقيون جميعا بحق تعويض وبحق محاسبة المجرمين الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، لكن المسألة هنا تحتاج إلى إرادة دولية، والإرادة الدولية للأسف اليوم لا تزال مقيدة ومسيطر عليها من قبل الاحتلال الأمريكي، الذي إلى الآن كثير من الدول للأسف خاضعة له، فضلا عن المنظمة الدولية، المنظمة الأممية التي هي يفترض أن تكون راعية لهذه الحقوق ومحامية ومدافعة عن حقوق الشعوب، لا تزال للأسف هذه خاضعة أيضا للإرادة الأمريكية. لكن ليس هذا معناه أنه نستسلم، وإنما الشعوب ممكن أن تتخذ كل الإجراءات القانونية، ومنها ما نقوم به حاليا في منظمات حقوق الإنسان بتوثيق هذه الجرائم توثيقا قانونيا صحيحا، ورفعها إلى المنظمات الأممية وبالتعاون مع المنظمات الدولية، وصولا إن شاء الله تعالى إلى اللحظة الحاسمة التي يحاسب فيها كل الجنات وتسترد الحقوق. نعم، وهذه الجرائم حتما يعني لا تسقط بالتقادم. ننتقل لنقطة أخرى وردت في البيان تتعلق بتسليم العراق لإيران وتحكم الأخيرة في العملية السياسية ككل. ما مدى جدية واشنطن في تقليص النفوذ الإيراني في العراق؟ الصراع أو الخلاف الإيراني الأمريكي موجود في العديد من الملفات، لكن تحديدا في الملف العراقي هناك تخادم بين المشروعين رغم وجود خلافات جانبية في مساحة النفوذ ومستوى هذا النفوذ. وما يحدث في العراق من إعلام أو ادعاءات في الإعلام حول وجود بعض الخلافات بين أمريكا وإيران إنما هي مجرد ذر رمادي في العيون، وهي مجرد مشاكسات بين الشريكين من أجل تقليص نفوذ هذا الطرف على حساب الطرف الآخر. أما أنه هل هو هذا صراع إنهاء، فإننا كل المؤشرات في العراق تقول أنه لا يوجد هنالك صراع حقيقي لإنهاء وجود الطرف الثاني.
وعليه فإن كل المؤشرات وكل الوقائع منذ بداية الاحتلال بل حتى قبل الاحتلال إلى الآن تؤكد أن هذا التخادم قائم على قدم وساق، ولا يمكن لأحد، وكلاهما يعلم أنه لا يمكن لأحد الطرفين أن يتفرد جملة وتفصيلا بالملف ويسيطر عليه دون وجود الطرف الثاني. مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.